بونجور لأنه وصام مش دراد هذاك. هلا بجميع معكم دراد واليوم رح نتعرف على بعض أكتر وجاوب على أسئلة اللي عم تسألوني إياها قد ما في بصدق. سنة الماضي عملنا هالحلقة والسنة عم نرجع نعيدها لنختم السنة معكم. نتمنى سنة خير على الكل وشكرا أنكم تابعتوني هالسنة. إن شاء الله سنة الجاية أقدم لكم محتوى أحسن وأحسن وإن شاء الله تنبسطوا بالحلقة. هاي حليم. هاي برو. معي حليم. هاي جايز. ما قلت لك تسلم عليها. أول سؤال من تواصل 11. تواصل 11 شو يعني دراد؟ ما رح أحكي شو يعني دراد قبل ما أوصل للمليون. للمليون سبسكرايبر حاط براسي هيدا الرقم بخليني أقول إنه أوكي صار بحق لي إنه أتفلسف عليكم ليش سميت حالي دراد. هستيا ستريمز أكتر شي محمس تعمله السنة الجاي؟ حلو السؤال. شغل أو مش شغل ما بتفرق صراحة. ما عندي أي تطلع لقدام إلا ما يكون له علاقة بالشغل لأنه ما عندي حياة. يعني ما في شي بحياة كحياة. إذا بدي أطلع على المستقبل حأطلع بالشغل. بال 2023 حابب انه تفرع صوب انواع محتوى اخرى مش مستر بيست ابدا. نوع المحتوى اللي ما بعرف اعمله اللي هو نوع المحتوى الجيمينج اللي هو صعب كتير علي شخصيا. كل ما جرب اعمله بحس بسكع فيه. هلا في نوع واحد مشي اللي هو كان اذا بعمل شيء بيخلص الفيديو نجح كتير بس ما كان نوع المحتوى لإلي. كنت اخده من حدا بدي انجح بشيء لإلي ما بدي انجح بشيء لغيري. خليل كوسان هيدا ريدل. وا ار يو سو هانسم حبيبي الشعر. سوري حلو ما قصدي شيء. يو ان اس منو يجيب افكار بس دراد ودر مانجر لو دراد؟ هلا دراد المانجر كنت قاعدة شباب عم بقنع حالي انه ما نام لانه الشباب بدون شي ناموا انا بدي نام بكرة عندي شغل. بيطلع اول مرة مانجر يبلش يقلي انه استاذ لازم تنام فبيطلع الشيطان اللي بقبيله نام لا بدو نام والله ما بدس كفي. بيقعدوا يعلقوا مع بعض واصحابي كانوا عم بتقطشوا من الضحك. فوقت عملت تشانل جات تذكرت هالخبرية. يعني كنا عم نحكي انا واصحابي تذكرناها وجانا ضحكنا قلنا ليش ما بنحطها بالتشانل وهون يقدر مانجر بيان. هلا بس دراد اغلب اليوتيوبرز عندهم شيء مثل بس دراد بات بيودي باي وطموطها كله بيقطع شيء من هالنوع على الاجانب على القليله مش العرب. اخذ منهم كم شغله هيدي وحده من الاساس اللي اخذها اكيد حورتها وصارت لإلي من خلال انه تكون شخصيه كامله لحالها وهيدا هو الشيء اللي اعطيته اياها مش بس اخذته. بس بدك تاخذ شيء يعطي شيء مقابله بيطلع معك شيء مميز مثل بس دراد. علي حبحب لازم تعمل تجمع لمحبين الدرويكس نجتمع فيك. حلو. انا ما عندي مشكله مع محبين الدرويكس انا عندي مشكله مع كارهين الدرويكس. لانه كمان حيتجمعوا معنا. وفي يقول لهم ما تجوز. ايه حاب اعمل هيك شيء. كنت ناطر بعد كورونا نعمل هيك شيء. انا اصلا شهرت بكورونا يعني ما كان فينا نعملها اصلا ما كانت خاطر على بالي. وهلا صرت بلبنان بس بلبنان كمان الوضع تعبان. انه يلا يا شباب تروحوا تشوفوا اليوتيوب المفضل تبعكم وعالم محترق سلافه ما بالهم بحدا. فما لي عين حتى اقول لهم يلا تعوا شوفوني مين باله فيا. اكيد الله يساعد الكل وان شاء الله بايام احسن بعمل تجمع كتير حلو لنا كلنا. محمد حاتم 664 ممكن تشوف قناه الالعاب ترجع بقوه مش طالبين فيها جوده عاليه مثل القنوات الاساسيه مونتاج خفيف بكفي. شفتوا البسمة على وجهي؟ هيدا شيء حلمي اعمله حابب اعمله حابب اقدم شيء مستوى عالي. مشكلتي انه ما عم بعرف اقدم مستوى عالي من هالنوع المحتوى وبدي اتعلم. عم بشتغل على فيديوهات اصلا على هالموضوع. يعني في فيديو هلا ببريمير عم بشتغل عليه كتير حلو بيسطل بس بدي اتعلم اعمل هيك فيديوهات بطريقه مستمره كمان لاقدر اعمل شانل من وراها. يعني ما في اعمل فيديو بالسنه هيك حلو. نيرف اكس 1 شو صار بروا وليش ما عم جيب سيرتها؟ جبت سيرتها وحكيت عنها وقلت طلعت من روا وصار اللي صار. انفصال بيني وبين الاداره وقررت اترك ورحت على التويتش وعملنا المولي جانج لحد هلا بعدها ماشيه. يعطيهم العافيه الشباب عم يشتغلوا كتير. حاترك روا بالتوام بالديسكريبشن على هاشتاج. يلا اصلا انا حكون عند اممتو على راس السنه عم بيعمل ستريم. عاده ما بنعمل دعايه لهيك شيء وهلا ساعر بيدفع. فوتوا عند اممتو اعملوا له فولو وتشوفونا على راس السنه عنده بكون عم نتسلى ونضحك مع بعض. 18 دي اي دبليو كيو شو رايك بقناتك؟ هل انت راضي هالمستوى اللي عم تقدمه؟ ايه كنوع فيديوهات الارقام كمان هلا ايه هلا كنا عم نطلع الارقام انا وحلوم عم نقول اوكي الحمد لله رجعت الامور تطلع رجع يبين النتيجه مزبوطه والشانل عم ترجع تكبر عن جديد مع انه كانت عم تهبط وهلا الحمد لله عم ترجع تطلع واكيد حنكمل بهذا الاتجاه. براء تايرن امتى في مره استفدت من مهارات المحاسبه في مجال الالعاب؟ اوف كثير ما بتتخيل قد ايه في اكسل شيتس قد ايه في ارقام قد ايه في حسابات بالورا الكواليس لتعمل اي بطوله او اي شيء ناوي تعمله او لتوصل معلومه من قلب فريق لقلب فريق. اكيد الاكاونتنج كاكاونتنج هون بنصير وقت نعمل البادجت للموضوع. يعني عندنا بدنا نجيب كاميرات اضاءه كذا كذا. فبالاي سبورتس كلها 3 ارباع اكاونتنج اصلا ويمكن مشان هيك محلفني الحظ ومقلع كثير بهالمجال لانه عندي كل القدرات اللي عايزها كرمال كون ماشي حالي بهالمجال والخبره اللي عايزها 12 سنه يعني ما نون هينين. اي اس اي دبليو كيو رايك في شركه مثل كابكوم؟ هذا الفيديو فوق الفيديو وحش حلوم حنحط سير يوتيوبر هلا حلوم طولوا بالكم. احمد اكس شو اكس وين ساكن بلبنان؟ اها ببيتي.
يوسفر مخيف مخيف يوسفر وحش. ليش في ناس بتاكل شو ما بدها وما بتنصح والعكس؟ هلا حسب قد ايه عمرهم، شو نشاطاتهم بالحياه، انواع اجسامهم، هيدا اختصاص مش لإلي يا برو. راح اسال نيوتريشنست. مجد نعيم، نصيحه لشاب ثلاث ارباع نهاره بالشغل وحابب يبلش قناه يوتيوب ومحتوى جيمنج. بدك تسال احمد البيات، لانه انا لا قدرت اعمل هالشيء، تركت الشغل صراحه، وما بنصح حدا يعملها الا اذا كان انه وضعه بالحياه قادر يرجع يوقف على اجراء. اذا فشي صعب علي انا اعطي هيك جواب. فيك تسال عريج، عريج حاليا بنت كتير شاطره من لبنان عم بتقلع كتير على يوتيوب، صار عندها 20,000 سبسكرايبر، لها سنتين عم تتعب، بتشوفها حتى مصوره فيديوهات تبعها بقلب الفرماشي، فقد بتتعب الشغله، عم بتموت البنت من التعب بس عم تنجح، فهي فيها تعطيك جواب. انا تركت الشغل لقادر اكون يوتيوبر، انا مني قوي اكون صراحه او قد هالاشخاص. يعطيهم الف عافيه احمد البيات، كمان واحد من الاشخاص اللي كمان كانوا عم بيموتوا ويقوموا 20 مره يقدموا محتوى للعالم من شغلهم لحياتهم، فهول العالم هول ابطال حقيقيه واكيد بنحترمهم كثير. كمان الروابط بالدسكربشن. تو اي جي اي اي جي اي هذا جيمر عتيق، هذا واحد بتحبني او بتحب الفلوس؟ الفلوس ما فيها تجيب انت، بس انت فيك تجيب الفلوس. شكرا على السوبر ثانكس والباتريونز تبعي بكل الطبقات، الجولد دايموند بلاك منه، يعني ايش بوقتها صراحه ما بعرف اذا صدمتوا منا، يعني شو كنتوا متوقعين. بحبكم كتير اكيد. كم مره سبيت المونديال من ورا التشانل؟ في ماتش على كل حال لحاله هالماتش، كان بنزل الحلقه فجاه بياكلوا جول على اخر دقيقه على 91، فبيطول لاكسترا تايم، وانا بدي نزل الحلقه قلت يلا باجلها، وصلنا لاكسترا تايم، عدلوا بالاكسترا تايم يلا بنأجلها، وبنالتيز ضلوا شي نص ساعه بنالتيز. هيدا الماتش لحاله في فوق ال 137 مسبه، لما اكون عم كذب بقول 138 مني اكيد، بس 137 على القليله بهالماتش. كيف كانت قطر معك؟ بتجنن، كثير حلوه قطر، الشعب كثير مهضوم، العالم كثير مهضومين، بلد كثير بيرحب فيك، وخصوصا العرب هونيك مميزين، انه الشعب القطري بيحب العرب كلهم ودائما بيعملهم بطريقه كثير منيحه. عن جد بس تفوت على قطر بتحس انه حتى الملك القطري بده اياك انت تكون مرتاح، يعني مأمن لك كل شيء، راحتك موجوده، مهم تضلك انسان محترم مرتب وخواجة، وكل شيء بيصير عزاوك هونيك. قطر بلد للخواجات يعني، وبنصح اي شخص حابب يستقر في يستقر بقطر اذا بده، حتى هونيك امان وحلوه. ليش ما بتعمل ليتس بلايز؟ بدي كثير ان شاء الله صير اعرف اعملهم وبعملهم حلوين. سنتي بكور فور ريل بس درات، كيف بتحول الافكار يلي في نظر الاغلبيه عاديه الى فيديوهات ممتعه ورائعه؟ شكرا انك بتحس انه فيديوهاتي ممتعه ورائعه، بس ما بعرف اذا في جواب على السؤال من بين انا عم بقول عن فيديوهاتي ممتعه ورائعه، فصعب ببذل اقصى جهدي انه يكون الافكار كلها مرتبه، ما بكون حاطط ولا كلمه اكثر مما لازم احكي عن هالموضوع، الموضوع مثل ما هو بيخلص بيتلخص وبيمشي. شهاب 277 هلو بيعرف بعلاقتك انت وساره؟ مين ساره؟ انا ما بعرف بعلاقتي انا وساره، خبرني عنها لساره اكثر. يونس فور ريل ريل، عن جد هالقد ريل الزلمه فور ريل. هل انسان حشره او بكتيريا؟ لا فور ريل الزلمه بتعاطى فور ريل يعني. كمل ابو هريره. ممكن تسافر من لبنان بالمستقبل على اوروبا مثلا؟ لا يعني اذا جيت على لبنان بهالوضع باجري وايدي، انا قررت اجي اعيش هون بهالوضع، مش لانه بحب لبنان بس لانه بحب عائلتي وبحب اصحابي، وعندي صار شقه هون وعندي استوديو تبعي وعندي استقراري، حتى مركب طاقه شمسيه 24/7، كل شيء انا مأمنه لحالي، اني شبه مش عايز دوله الا انه لما حدا يفوت على بيتي يسرقني، غير هيك مش عايز دوله بقى، صرت مأمن حالي. بعتقد كل اللبنانيه حيصيروا عايشين هيك، ونحن شعب ما بينهز صراحه، ما بينهز، بنضلنا ندبر حالنا. 7 اب اكونت 9، هل تعتبر عبد الله ريفيوز منافس لك؟ لا ابدا، عبد الله ريفيوز هو اخ وصديق ومنه بالمستوى ليكون منافس. throwing some shade. هلا عبد الله ليش مش مشارك بحفل جوائز العرب؟ لا مشارك بحفل جوائز العرب عادي، اذا عبد الله ما شاركني والله العظيم انا بروح على السعوديه بدعس بدم وانا بقول كيف. عبد الله خيي اذا بيقفيني من شي وحده بتزعل منه كثير، بكره بشوف. انا قايل له شرف كبير لكم بجيم اووردز، والدرويكس موجود من الاول ما بينهز، لا دائما موجود ما تعتبر. ليو ميسي او رونالدو؟ ما بعتقد بقى فينا نسأل هالسؤال 2022، خلصت ربح. صوب كاميرا بابا، كاميرا بابا. أكثر فيديو تعبك الشغل عليه؟ أكثر فيديو تعبني الشغل عليه؟ أكيد لزقتك معي حلو متذكر؟ God of War على ليه؟ إيه God of War الأبحاث اللي عملناها إيه كانت متعبة، أنا عم فكر كشغل حمل كاميرات وقت صورنا البلاي ستيشن 5 أنبوكسينج، لا كان لذيذ ما تعبنا، إيه لا إيه بعتقد their stories هن أكثر فيديوهات بتعب من وراها، بتعبني بقعد 24 ساعة أفهم شو القصة، بيرجع 24 ساعة لركب من هالقصة قصة حلوة أخبركم إياها، لأنه مش دائما بخبركم القصة مثل ما هي موجودة باللعبة، بجرب
ارجع ركبها بطريقه تهتموا انترستينج اكثر او تاخذكم بمشوار واضح، لانه عود بالالعاب ما بياخذكم مشوار واضح، فها كمان بتاخذ مني وقت كثير. من يسكن البحر ويحبه الناس. سبونج بوب سكوير بيتس. حلو السؤال. حسين يا حفوفي شو يعني ميسي عمك؟ وقت ما حكيت عن ميسي انه صار بكل الالعاب وهلكنا، صاروا كل الكومنتس ميسي عمك ميسي عمك، فصار عمي. والف مبروك لعائله درويكس لانه ربحنا المونديال هالسنه، شرف لنا كبير يكون عمي ميسي. يعني كيف تشوف مستقبل يوتيوب في العالم العربي؟ عم بتمنى يكون احسن، احسن من اي ناحيه. بديش كب كلمه انا مش راضي على الاداء، بس انه اذا مش عم يعملوا مستر بيست عم بيزلوا بعض، او عم بيطقوا حنك على تيك توك، او بيكون يا مستر بيست يا جيم بلاي فيديوز، يا مستر بيست يا جيم بلاي فيديوز. ما في بقى محتوى جديد، فكره جديده، شيء جديد. حتى اللي انا بعمله اللي كان جديد صار له سنتين على يوتيوب، بطل جديد، لازم نعمل شيء جديد. انا كمان عندي عن حال لازم يكون في تقدم، في تحسن، في تطور. هيك في استوديو بالاصل، في اخبار لقدام مني ومن جري، يعني ما عم نعطي تقدم الكافي ليوتيوب اللي بيستحق العالم العربي، عم نتاخر او عم نقلد. نوصل لإيش يوتيوب نيخوكس. شو توقعاتك للجيل القادم في عالم الألعاب؟ جيل فاسد بلا أخلاق. ما في جيل قادم، هيدا آخر جيل، آخر شيء حتسمع فيه هو PS5 وX box Series X. يمكن شقت حالة خربت الدنيا تنزل بعد جيل واحد، بس حس مستحيل. هلا رايح هيصيروا أبس. أفضل أنيمي شفت، ما شفت كتير أنيميات لأقول عن أفضل أنيمي. ما حكون أنا مثل للعالم تقول إنه إيه إذا دراد قال هيدا أحلى أنيمي هيدا أحلى أنيمي. بالنسبة لي حاضر كم واحد بس، ديمون سلاير هو أحلى واحد بيناتهم. عن جد أحلى مجتمع، مجتمع اليوتيوب أحلى مجتمع بالعالم. هلا عم بيقول لي إنه كلهم عم بتشكروك على يوتيوب قبل ما يسألوا السؤال وهيك، وهذا شيء مميز بمجتمع يوتيوب. أنا تركت فيسبوك كمان لسبب آخر، بتفوتوا على الكومنتس على فيسبوك ما في مجتمع، في عالم بس قاعد عم بتزفر حكي خي وتسب وتفلسف وتحكي حكي مش فهمان. على يوتيوب لما يجي واحد يشوفني غلطان ما بيسب لي أمي، على يوتيوب بس واحد يشوفني غلطان بيقول لي دراد أنت غلطان هون هيدا الصح، وأنا بشكره من بعد. العالم تيجي بتقرأ التعليقات تفهم أنا غلطت وصلح، وفي كتير أغلاط وين؟ بفيديو الماضي. مجتمع يوتيوب كمجتمع هو مجتمع بناء، مش هيك بحكون على يوتيوب، مش هيك بهضر على يوتيوب، مش هيك بترك كل المنصات البقيه. واذا استعملت المنصات البقيه بستعملهم لجيب عالم لهون، عالم مثلنا، عالم نفس الاخلاق ونفس النفسيه ونفس الوعي ونفس المحبه، نكون كلنا مجتمعين. انا ما رحت على تيك توك كرمال سير تيك توكر، رحت على تيك توك لجيب العالم مثلنا اللي بالغلط صاروا هون. ترى انت كنت مطور العاب بستاد، فما نوع الالعاب اللي راح تطورها؟ هذا كان سؤالي. حلو السؤال. انا حطور لعبه بارتي جيم، بدك تقول مثل فول جايز وهالاخبار، قصص كثير سخيفه على عده ستيجات بتصير، على عده مراحل بتصير مثل فول جايز بيزيكلي، بس مش نفس الروحيه، بالعكس فكر توب داون او شيء خبريه تانية او بلاتفورمر، حتى يكون في مراحل يكون عم بخبطوا ببعض اكثر من انه يكونوا عم بيتنافسوا ضد بعض، يكون في تلاحم بين الشخصيات، وهالشخصيات تكون عباره عن يوتيوبرز، وهاليوتيوبرز بنبيعهم NFTs. عم بمزح، ما عندي اي فكره عن الالعاب حاليه الا معنى او الا اي قيمه. كان في فكره براسي قبل بس حاليا ما في شيء. اكثر شخص اثر بدراد وخلاه يرجع على اليوتيوب بعد ما وقفت وبعد ما شغل بدخل ثابت محترم فعليا، كيف هالشي صار؟ انه كل ما كنت عم ضلني بهالشغل اكتر، كل ما كنت عم اقول انه باي باي يوتيوب اكتر. فوصلت لمحل خيي لا، ما بدي باي باي يوتيوب، انا بحب يوتيوب، انا كنت مبسوط بيوتيوب، انا ماني مبسوط بالشغل لو قد ما عم طلع مصاري. ما بحب الشغل اللي من هالنوع، الدوام وتع الصبح روح عشيه وناطرينك على الباب ورحت وجيت، منه الشغل اللي انا بشتغله. الشغل اللي انا بشتغله هو شغل خلي شغل عرفتك تقعد بتعمل اللي بدك اياه بطريقه انه تنتج شيء حلو باخر النهار. فغير نوعية حياة من الحياة اللي أنا بعيشها، الحياة اللي أنا بعيشها ريحة كتير، بتساعد إنه يطلع أفكار حلوة عهداوة بنفسية مرتاح. الشغل اللي هونيك ضخ 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 ومشاكل مشاكل مشاكل من وراء إنه ضغط الشغل بس، يعني ما حدا من الجماعة عنده شيء أحكي عنه نيجاتيف، بس كنوعية حياة ونوعية شغل ما بتلبق لي أبدا. فقررت إنه لا، فضل عيش بمدخول كتير محدود، بقرب بيتي، بعمل محتوى اللي أنا بحبه، ما في شيء فوق راسي، ما عندي حدا جاي عم بشلاني أو شيء، وخلص أنا عايش لإلي لراسي، عايش حياتي اللي أنا بدي أعيشها. رأيك شو أهم الشغلات اللي لازم يركز عليها يوتيوبر ليمشي صح؟ انه يعمل فيديوهات احسن. شو يعني فيديوهات احسن؟ يعني فيديوهات بتسلي اكثر. انت عم تحضر الفيديو تبعك، اذا كان فاشل رح تحسه فاشل يا زلمه. ما حدا بقى يحضر فيديو ويقول ايه بركي حدا غيري حبه. لا حبيبي، اذا انت ما حبيت الفيديو تبعك ما حدا حيحبه. بس تصير انت تحضر الفيديو تبعك وتقول واو، ساعتها صرت عم تعمل فيديو حلو. طالما ما عم بتقول واو على الفيديو تبعك يعني ما عم تعمل فيديو ينجح. بس مش يعني ما تعمل فيديوهات، تعمل فيديوهات، حطهم على يوتيوب، كونوا فاشلين، تعرف انهم فاشلين، تقرا التعليقات، بتشوف الجراف، تتعلم كل شيء لازم تعرفه حوالي هالفيديو، كيف ادى وليش ادى، تدرس كل
كل فيديو عم بتنزله لو فاشلين. هيدا هو الشيء الوحيد اللي فيه انصحك فيه، انك تعمل فيديوهات فاشله، تكون واقعي مع حالك انه هالفيديوهات هي عن جد فاشله. بعد لهلا انا بعتبر فيديوهاتي مش فاشله بقى، ما فيش كون كمان عم كذب على حالي، بس فيديوهاتي منا مستوى بدك تقول تطير يوتيوب فخامه، لا بعدهم متواضعه بس على تحسن، وان شاء الله نوصل لهونيك. بس نوصل لهونيك بصير عم جيب مليون فيو على الفيديو، هلا ما عم جيب يعني مني هونيك، كثير واقعي كثير بسيط الموضوع، كون حقيقي مع حالك وان الله لا توصل. فلافل ديلر، شو اكلتك المفضل؟ سؤال ملغوم. معقول ما نقول له فلافل؟ لا فلافل ديلر يعني اطيب شيء الفلافل. خاطر السؤال يعني هي الملوخيه طيبه بس الفلافل اطيب شيء بالعالم. رينا ليش السبسكرايبرز واقفين؟ مش واقفين عم بينزلوا كده بس هلا رجعوا يطلعوا فاتح ستيو واقفين تحسن واقفين. جمعتين على فرد صاحبي ينزلوا 200 بالنهار يطلعوا 200 بالنهار، ينزل 200 بالنهار يطلع 200 بالنهار، صرت حاسس انه جمهوري كله عم بفل وعم يجي حدا جديد. اهلا وسهلا فيكم، كل واحد جديد يكتب لي بالكومنتس ايه انا من الفوج الجديد، لانه حرفيا مبدل لي 50,000 سبسكرايبر هالشهر. مش عارف من وين عم يجوا ومن وين عم بيروحوا. خالد ارحايم، لا بتقول اكتبوا اف بالتعليقات. اف هي ميم، اف تو باي ريسبكت بلعبه، بتروح بتكبس اف على تابوتك. من وقتها صاروا العالم يقولوا اف انه يعني احترام، وطريقه لانه الكومنتس كتير بيساعدوا بالفيديو، اذا بتحط تعليق على الفيديو وبتعمل لايك للفيديو بيساعد يوتيوب يشوف انه هالفيديو عليه حماس اكثر او عليه تفاعل اكثر، هالجمهور مهتم اكثر بالشانل تبعه. انا بلا ما اطلب العالم كلها بتعرف، اذا بتفوت على الشانل تبعي بتشوف التعليقات تفهم انه هالزلمه عنده جمهور عملاق مش صغير. بتفوتوا على حيلا يوتيوبر ثاني عربي مع كل احترامي لكل اليوتيوبرز العرب، ما بتشوفوا في جو بالتعليقات مثل عندي، ما بتشوفوا في تلاحم من المجتمع مثل عندي، ما بتشوفوا في حياه بالمجتمع تبعه مثل عندي، بتشوفوا كل واحد فاتح عمواله هوني هون، لا تلاقي انه في مجتمع عندي بالتعليقات، وهذا الشيء كتير بهم. اول شيء بهمني لكم انا بحب التعليقات، بحب فوت واعمل لايف على التعليقات كلها وشوف كلكم شو عم تحكوا، لانه هالشيء بيجيب لي فرح، بيسليني، بيبسطني بايامي، ليش ما بدي اعمله. ثانيا بجيب تعليقات، بجيب انجيجمنتس على الفيديو، بجيب حماس على الفيديو، بجيب اهتمام على الفيديو. باخر هالفيديو بدي اتمنى لكم سنه خير وفرح لكم كلكم، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا الحلقة اليوم، شاء تكون تعرفتوا علي أكتر، انبسطتوا أكتر بهالتفاعل اللي عم نقدر نعمله بين بعض. شكرا كتير على دعمكم وعلى محبتكم، عم تعطوا معنا لحياتي وهالمعنى كتير حلو، وحياتي صارت كتير حلوة من وراكم. أكيد شكرا كتير لحلوم، حلوم بجنن وبعقد وساعدني كتير، دايما كان حدي كل هالسنين، دايما موجود، دايما ما بيقول لا ولا طلب بطلبه، أكيد شريك بقلب تشانل وبكل جدارة. يعطيك ألف عافية حلوم وشكرا كتير. شكرا من عاد على الجميع. سي.